سكرتيفي بمدينة مشرية. اليوم رانا في الحصة الأخيرة لهذا المشروع اللي لحد الآن رانا طاقين أميون سيرفيس 1600 توصيلة فردية. اليوم رانا في الحصة الأخيرة اللي هي حصة 720 سكرتيفي. اليوم إن شاء الله تفضلنا كنا مع سيد الأمين عام وين درنا انطلاقات الأشغال فيما يخص تزويد هذه السكينة بالغاز الطبيعي. العملية تستغرق حتى لثلاث أشهر. الحمد لله اليوم جاءوا السلطات المحلية والولائية وهم مشكورين على بداية انطلاق مشروع الغاز اللي كنا نعانوا منه هذه شهور. تعرفوا الجو بارد جدا بمدينة المشرية. احنا ان شاء الله صبرنا سنين وان شاء الله اليوم طامعين السلطات ان شاء الله توقف معنا ويعجلونا في مشروع الغاز. السلطات والمقاولين هذو اللي هم قاضي المدرسة ماذا بهم يعجلونا بالمدرسة على خاطر عندنا اولاد وراهم ينوضوا بكري ويروحوا وراه كاين نقل المدرسي راه بصح اليوم 8 راهم يخرجوا على 7:30 بالدار راه ليل وراه كاين هنا الاخر الكلاب وكاين راه خافوا على اولادنا.